لدخول مقر الاعتصام لابد من عبور بوابات تفتيش عديدة كهذه، مكونة من لجان تأمين يقولون إن هذه الإجراءات الاحترازية خشية حدوث أي تفلتات أمنية داخل الميدان. تفاصيل حياة بأكملها داخل مقر اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني. هذه نقطة الإطعام الرئيسية يشرف عليها المئات من المتطوعين يقومون بتقديم الوجبات للمعتصمين على مدار الساعة. أما هنا فمقر العيادة المركزية بجميع التخصصات، حيث تقدم الخدمات العلاجية للمصابين والجرحى من المعتصمين بالتناوب. ويقول الأطباء إن أغلب الحالات التي تصل إلى هنا ما بين ضيق للتنفس وتشنجات وهبوط في الضغط بسبب التزاحم وارتفاع درجة الحرارة. صورة أخرى في الميدان، فنانون حاولوا توثيق الأحداث والانتهاكات التي جرت خلال الحراك الشعبي منذ بدايته في ديسمبر الماضي من خلال هذه اللوحات. مشهد آخر في الميدان عنوانه الريشة والألوان، حيث يقوم مجموعة من الفنانين السودانيين بتخليد ذكرى الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحراك الشعبي منذ بدايته وحتى الآن، ويقومون برسمها على الجدران في محيط مقر الاعتصام. للعربية والحدث من الخرطوم، رفيدة ياسين.